السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس جديد من دروس الجافا سكريبت على regular expressions. اليوم regular expressions مع الأوبجكت. طبعا الهدف منها الاستعلام عن نصوص أو أرقام أو حروف أو شيء ضمن سلسلة نصية. طبعا زي ما انتم شايفين أمامكم example أنا عامله جاهز. لو استخدمنا backslash e backslash بهذه الطريقة بيحدد لك إذا كانت الـ e موجودة ضمن السلسلة النصية برجع لك بقيمة boolean true، بمعنى أنه تم العثور على هذه القيمة. تمام، هذا الأسلوب. إذا نحن ممكن نستخدم اختصارات للبحث عن نصوص أو أرقام أو شيء ضمن سلسلة نصية بشكل سريع باستخدام الـ EXEC بهذه الطريقة مع المثال اللي احنا كنا استخدمناه تيست. ممكن بهذه الطريقة تحدد لك إذا كان الكاركتر المستخدم هنا موجود حيرجع نفسه موجود، since يعني في حالة انه كان موجود. تمام، ستكون المخرجات نفس الرقم. تمام، إليك مجموعة من الاختصارات اللي ممكن تستخدمها في عملية البحث. backslash d لإيجاد الديجت الموجودة، وهنا الوجود أو البحث عن الكاركترز للبحث عن الفراغات أو بداية الفراغات حتى نهايتها في النص. تمام، جرب وتابع، تتعلم لوحدك بهذه الاختصارات. تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.